مبدئيا كده انا حابب اقول الاول قبل اي حاجه ان احنا داخلين على ايام غبره في النادي الاهلي، داخلين على ايام غبره. خليك بس معايا كده في الفيديو ده للاخر، وانا هبرهن لك بكل ما هو يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بحواسي الكرويه، كواحد لعبت كره حداشرات ولعبت دوري ولعبت دوري جمهوريه ورحت تجمعات منتخب مصر وحاجات من ديت. اللي انا عايز اقوله ان النهارده الاداره الفنيه زفت. ليه بقى؟ لان اولا تغييرات متاخره، ثانيا تغييرات غلط، ثالثا اماكن وبوزيشن غلط، رابعا لعيبه يعني مش قادره تقف على رجليها، واضحه تماما يعني قفشه. انا مرفق بيه، انا مش عايز اجي عليه اذا كان هو او شريف. ان الفتره اللي فاتت الاهلي بمعنى صح كان معتمد كل الاعتماد الكلي على قفشه وشريف، قفشه يحط له وشريف يخلص. ولكن الخلاصه اكرم توفيق تعبان، وواضح انه تعبان، وكان يبدل من اول الشوط الثاني. يعني اكرم توفيق كتر الف خيره، الراجل بيلعب وهو مصاب وادى مباراه قتاليه من الدرجه الاولى، احسن لاعب في المباراه النهارده هو والشحات. وبمناسبه بقى ان احنا جبنا سيره الشحات يطلع ليه؟ ايه التغييره دي يا موسيماني؟ هو اللي فايق عندنا وقادر يقف على رجليه وبيشوط على المرمى وبيحاول على المرمى، اطلعه وانزل مين بقى؟ يعني انزل مين؟ حسام حسن منزله، مديله يعني الشوط الاضافي الثاني، وراجل مش بتلعبه في البوزيشن بتاعه. الراجل ده احنا جايبينه راس حربة، الراجل ده بيتعمل له كروسات بيطلع يحط بدماغه. الراجل ده المفروض كان من بداية الشوط الثاني في الماتش، في بداية ال90 دقيقة ال 45 دقيقة التانيين، كان بدايته ياخد جنب شريف، يبقى شريف بينزل تحتيه أو العكس، يبقى الاتنين ورا بعض كده. الاتنين دولت كنا هنلعب كروسات ليهم من نص الملعب، وهن نطلع واحد من الديفندرات اللي هم انا شايف ان كده طالع الجيش ما كانش ليه اي دنيا في اي هجوم. هم ثلاث فرص اللي لعبوهم علينا في مرتدات، وشكرا وكان الله بالسر عليه. وده بسيوني، وهو دي طريقته، وهو ده نادي الجيش، ما عندوش غيرها. اديهم انا بقى الفرصه. على فكره النادي الاهلي هو اللي مدي الفرصه النهارده ان طالع الجيش يركب، وطالع الجيش يعمل اللي هو عايزه، وياخدوا الثقه ويلعبوا ضربات الجزاء بكل ثقه زي ما انتم شايفين. عمرو السيسي بيطلع ويعمل كده ويحطها كني فرجاني ساسي جه من الزمالك لعب البلانتي ومشي، ثبت الشناوي عمل له كده واتفرج عليها وبسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك يا عم الشناوي. ولكن انا بشيد بيه لانه صد ضربتين جزاء في عز ما قفشه نجم الفرقه، محمد شريف نجم الفرقه، بدري بنون اللي نازل مخصوص عشان ضربه الجزاء ضيع ضربه جزاء. وانا اوصل ازاي فرقه زي دي معايا لضربات جزاء؟ فين الشراسه الهجوميه بتاعت النادي الاهلي يا جماعه؟ احنا مفتقدين للشراسه الهجوميه اللي كانت، يا نهار اسود، انا مش عايز اقول ايام مين عشان بس ما بقاش باجي على موسيماني، لان موسيماني جاب لنا بطولات برده كان بقى لها فتره، وراجل انا بكون له كل الاحترام والتقدير لانه مدرب كويس، ولكن اخطاء فنيه فادحه، اخطاء فنيه فادحه، وبرده ما اتعلمش من الدوري اللي فات، ولا اتعلم من المباريات اللي فاتت اللي بيبقى الديفنس او الفرقه اللي بتلعب قصاده بتلعب ديفنس منطقه، دفاع المنطقه يا عم موسيماني ما بيتفكش بالتيكا تاكا اللي من ورا ديت، وان احنا نقعد بقى ايه والنبي خد عشان انا زهقت من الكره دي. اللعيب التعبان يطلع، اللعيب الجاهز يلعب. يعني قفشه مش قادر يحط رجله على الارض، كنت طلعت قفشه وسبت الشحات يا عم يلعب بلاي ميكر، طلعت الشحات بلاي ميكر وطلعت قفشه، ونزل ميكيسوني، نزل حسام حسن، ميكيسوني لعبه طرف، علي معلول ثبته يا عم، ده مش عايز تخليه يطلع يلعب اوفرات او يلعب الاوفرات من نص الملعب، يبقى لنا شكل هجومي. لكن نخلي فرقه طلائع الجيش تتعادل معانا اربع شوط ليه؟ عندهم مين؟ ده عمرو جمال مشي وعمرو مرعي مشي واحمد سمير مش في حالته النهارده. ده نحمد ربنا ان احمد سمير كمان مش في حالته. يعني انا بجد انا مش عارف،
والله العظيم ثلاثة. لو حد منكم بيشوف الفيديو ده يقول لي اللي انا بقوله ده غلط، انا شايف غلط، تغييرات غلط، ولعيبة النهاردة ثلاث ارباعها مش قادرة تقف على رجليها ومصمم عليهم. يعني انا بصراحة انا مش عارف بجد، ما عنديش كلام اقوله اكتر من ان انتوا بجد النهارده خذلتوا كل المشجعين الاهلاويين كلهم بلا استثناء، فعلا خذلتونا وخذلتونا. يا ريتنا حتى قدام فرقه او قدام مثلا زمالك بيراميدز هنقول فيها عناصر بتهاجم وبتهاجم وبتجيب اجوان او بتهدم، ده ما عندهمش هجوم النهارده. انت بتلاقي الفرقه كلها واقفه ورا وبتلعب للاطراف، هو مقفل لك على الجناب، فانا مقفل لي على الجناب اعمل ايه؟ اخترق من النص بقى. انا منزل صلاح محسن العبه طرف ليه؟ هو صلاح محسن اصلا راس حربه، وصلاح محسن عنده الحته بتاعت الهيدرز دي كويسه، ما احطه بقى جنب شريف قدام جنب شريف. ده في منتخب مصر نزل عمل الكره لمصطفى محمد، اول ما نزل حطه جنب مصطفى محمد وراح عامل الكره لمصطفى محمد حطها جون. يا جدعان هو هي قالب به كوره يعني، قالب به كوره. انا الناس مقفلين لي الاطراف، وبقى علي معلول بيخش لجوه، واكرم قبل ما يطلع يخش لجوه، ومحمد هاني بعد ما نزل مطرحه برضه بقى بيخش لجوه وبيطلع الاطراف بتوعنا هم اللي بره. طب خلاص، ما انت عارف ان هو مقفل لك ده، فبتدخل الباكات جوه. طب انا دخلت الباكات جوه، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. هل علي معلول شفناه النهارده عمل واحده والتانيه زي ما كانوا بيعملوها هو وقفشه مثلا؟ هي واحده في الشوط الاولاني اللي عملها بالعرض وما كانش فيها اي حد، واحده بالعرض وعدت كده ولا ما عرفش يرفعها كويس، والتانيه جت لشريف اللي رجليه صدرت في الارض وطلعت بره. بجد بجد لازم تقعدوا مع نفسكم وتشوفوا انتوا ايه القصه، يعني ايه في ايه؟ في ايه؟ اللعيبه ضربات جزاء مش عارفه تمرر على ضربات جزاء. وبعدين في حاجه بقى تانية، يعني انا عايز اتكلم في حته كده معلش، يعني هنرجع بقى لمدرسه الكوره زي ما كانوا بيعلمونا ايام مدرسه الكوره، واحد ضد واحد والاجوان الصغيره اللي هي اللي بتبقى يارده جون بيبقى صغير كده اهو، ويبقى واحد ضد واحد وعامل لنا زي سور كده، احنا ما بنخطيش بره الخط ده، ولازم تعدي من الراجل ده من الحته الضيقه دي. اتمرنوا عليها ما فيهاش، مش عيب على فكره. فين واحد على واحد بتاعت النادي الاهلي يا جماعه؟ صلاح محسن كان في انبي مشايب ام مصر كلها، ما بيعملش واحده على واحده ليه؟ الشحات ما احسن واحد كان بيعدي من اي حد في اي حته، بيعملش واحد على واحده ليه؟ واحد على واحد ويعدي. انا دلوقتي شايف تكتلات دفاعيه، مفيش شوطه على المرمى عدله، شوطه واحده توحد ربنا كويسه. ايه ده يا جماعه؟ ده انتوا هتنسونا الكوره كده بجد والله العظيم، وربنا كده هتنسونا الكوره، حرام عليكم بقى.